أكلتنا اليوم مردد حوراني. المردد الحوراني أكلة طيبة جدا، وهي مصنفة من الحلويات، معجنات بس حلويات. تابعونا وراح نشوف الطريقة المناسبة لعمل المردد الحوراني، راح تعجبكم كتير إن شاء الله. ولا تنسونا بالدعم والاشتراك وتسجيل الإعجاب. وصحتين وألف عافية سلفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا أكلة طيبة كثير، هي نوع من أنواع الحلويات وتسمى المردد الحوراني. المردد المقادير هي طبعا كمية من الطحين وملح، ملح طعام وماء وزيت أبيض. وراح نشوف الطريقة سوا. بنحط شوية ملح على الطحين مع شوية خلط، بننزل كمية الماء بهالطريقة هاي. استمر بالتعجين حتى تتماسك العجنة بشكل كويس بالطريقة هاي. عجن يعني بشكل مبدئي بنحط لنا شوية زيت أبيض، يعني المقدار اللي عملناه كيلو طحين تقريبا بمقدار يعني لتر ماء. كمية من الزيت نتابع عملية العجن حتى يتماسك الزيت مع العجين مع الطحين يعني مع الماء، تصير عجنة كاملة. بعد ما خلصنا عجن بنترك العجنة ترتاح يعني مدة 10 دقائق تقريبا وبنرجع بنكمل. خلوكم معنا. وبعد ما ارتاح العجين واستنينا عليه صار جاهز. الآن سوف يعني نعمل الأقراص، وبدنا ننوه انه مشان الزيت، يعني في ناس يعني او كمية كبيرة من الناس بتعملوا بزيت الزيتون الأصلي. كثير ناس من سكان أهل حوران بيعملوه بزيت الزيتون الأصلي. في ناس بتحبه بالزيت الابيض حسب الرغبه، بس يجوز يعني نوعين من الزيت. بنحب ننوه انه يعني من كيلو طحين الكمية، يعني تكفي عيلة صغيرة لحد الوسط. ممكن تعمل يعني 7 أقراص أو 8 أقراص إذا كانت العيلة أكبر أو في رغبة أكثر. بنزيد طبعا كمية الطحين، بنزيد المقادير الملح والزيت معها كمان والماء. وبعد ما ارتاح العجين بعد ما يعني عملنا على شكل اقراص تبلش عملية الترديد. من هون اجى اسم الاكلة اللي هي المردد. المردد يعني حنفض
يعني قرص على قرص، قطعة على قطعة المردد. راح نشوف شلون راح يصير العملية. نعمل تسوية لأول قرص بالشكل. هاي اول ردة، يعني ردين اول ردة، من هون اجى اسمها المردد مع الزيت طبعا بين الطبقات. هاي ردة الثانية، هاي ردة من هون الجهة هاي كمان، وهاي ردة الرابعة. القطعة جنب، نبلش بالقطعة الثانية. حط القطعة الأولى اللي عملناها المردد الأولى بنص الرغيف الثاني، القطعة الثانية نرجع نرده عليها كمان، يعني ردينا القطعة الأولى بعد ما رديناها على القطعة الثانية راح يصير مردد يعني مزدوج كمان أربع مرات عشان يصير يعني الطعام مطوية بهالشكل. ثمان طويات راح تصير، أربعة بكل رغيف. هاي تقريبا جاهزة، أول قطعة جاهزة نتركها ترتاح. وبنكمل بعد ما تم رد القطع على بعضها، كل قطعتين مع بعض يعني وارتاحن، راح نرجع نبلش عملية يعني ترقيق هذه القطع. المردد راح يعني نعمل ترقيق له أو تفريده مرة ثانية بعد ما تم يعني رده على بعض بهالشكل.
طبعا الزيت رح يحافظ على اشكال الطبقات من جوا. وبنحطه بالصينية عشان نفوت على الفرن. طبعا الفرن جاهز يعني شغلناه من شوي بهالشكل. نحطه تحت مباشرة على النار. نسكر الفرن شوي لمدة يعني بين السبع دقائق والعشر دقائق حسب يعني النار اللي عندنا. مستنى علينا ننتظر نشوف النار شلون عم تعمل بالمردد. عم بنتفخ بستوي اول باول. شوف المنظر بستوي ما شاء الله. هاي الحبة الاولى راح تصير. وطبعا مشان يمشي الشغل بالتوازي نزلنا كمان القرص الثاني ياخذ مجال. فعندنا قرصين بالتوازي مشيت سوا. راح يصير طبعا القرص الاول يعني عم بيصير عملية تحمير شبه استوى. هو اول قطعة جاهزة راح نطلعها. بسم الله ما شاء الله جاهزة. بيشوفوها بهاللون وصلنا المرحلة الأخيرة. بعد ما طلع من الفرن قطع المردد بنحطهم يعني فوق بعضهم البعض ونزينهم طبعا بين كل طبقة وطبقة جوز الهند وجوز عادي ومشان تم تقطيعهم ووضع القطر عليهم بهالشكل. راح يتم تقطيع المردد بهالشكل. الطبقات اللي طلعت معنا المردودة على بعضها بعد ما فرشنا بيناتهم جوز وجوز هند راح يتم تقطيعهن بهالشكل وسكب القطر عليهن مشان تكون أكلة حلوة جدا. هاي الطبقات نشوفها بسم الله ما شاء الله. يتم عملية تقطيع على المردد أكلة تراثية يعني تشتهى فيها منطقة حوران جنوب سوريا. المردد الحوراني أكلة تراثية وقديمة جدا يعني تاريخها ما مو معروف بالضبط ولكن قديمة جدا. أكلة بتعطي القيمة الغذائية المناسبة للجسم وأيضا فيتامينات والبروتينات وأكلة حلوة كمان تنعمل باللمات وبالجمعات وبأيام الأعياد و عندما يعني يشتهي الإنسان للأكلات الحلوة يعني. والآن سكب القطر آخر مرحلة. المردد جاهز، المردد الحوراني جاهز. صحتين وألف عافية أعزائي المشاهدين. لا تنسوا الدعم والاشتراك بالقناة وتسجيل الإعجاب والمشاهدة الكاملة فضلا وليس أمرا. قناتكم طيب دائما مشان نشوفوا كل شيء جديد. دمتم بخير وصحتين وألف عافية.